بص، هو احنا كلنا عارفين ان اسم كاليخون يمكن يكون بعض الاوقات كان كبير، ولكن لو اتكلمنا عن مدار مسيرته بشكل كامل فهنتأكد انه حتى لو كان لاعب كويس فاكيد هيكون لاعب كويس في المستوى المتوسط. وطبعا بعد الكلام ده يطلع واحد يقول لي انت قصدك ان هو ما كانش لاعب جامد، هقول له لا، هو لاعب جامد بس مش لاندية الصف الاول، ولكن ده طبعا ما يمنعش انه اتظلم في بعض الاوقات في مسيرته بعدم انضمامه للمنتخب الاسباني، وده طبعا كان بسبب وجود عتاولة مهاجمين المنتخب الاسباني في تاريخه، بداية بقى براول جونزاليس، مرورا بقى بديفيد فيا وفرناندو توريس، وختاما بديجو كوستا وموراتا. وده بقى اللي يرجعنا لنقطة البداية ويتمكن من إثارة فضولنا لمعرفة قصة من أغرب قصص كرة القدم، وهي قصة خوسيه ماريا كاليخون. كاليخون كان من مواليد أسبانيا سنة 87، بدايته بقى كانت في ناشئين نادي ريال مدريد سنة 2002، واستمر في التدرج مع مراحل الفريق لحد ما تصعد في فريق ريال مدريد بي في موسم 2006 2007، الموسم اللي فيه كاليخون استمر ما بين الدكة وخارج قائمة المباراة لحد نهاية الموسم بدون أي نتيجة، لدرجة إنه شارك طول الموسم في 4 مباريات فقط، منهم 3 مباريات كان بديل. وطبعا الموضوع ده كان مزعج جدا بالنسبه له، كونه عايز ياخد فرصه حقيقيه بيها يصعد للفريق الاول، وده بقى اللي خلى المدرب يوعده بفرصه في الموسم الجديد. وعلى سيره بقى الموسم الجديد، فكاليخون فعلا اخد فرصه وكان بيشارك شبه اساسي في اول 6 مباريات في الموسم، ولكن مشاركته تكون بدون اي نتيجه سواء تسجيله او صناعه. ولكن اقتناع المدرب باللي كان بيقدمه كاليخون يخلي المدرب يستمر في الاعتماد عليه، وفعلا بعدها بقى كاليخون انفجر وقدم اداء بيأكد على ان قرار المدرب في انه يعتمد عليه صحيح 100%، وده طبعا اتاكد لما كاليخون نهى الموسم بمشاركة في 36 مباراة سجل فيهم 21 هدف، وطبعا اللي بيهم يكون هداف الدرجة الثانية للدوري الاسباني. وده الشيء اللي كان بيأكد ان كاليخون في الموسم الجديد هيكون مع الفريق الاول، ولكن الغريب بقى ان قبل بداية الموسم الجديد كاليخون ما يلاقيش اسمه وسط الصاعدين للفريق الاول، وده طبعا كان بسبب وجود راؤول جونزاليس وهيجواين وسافيولا وليلة كبيرة قوي سعادتك، فانت هتصعد فين وتشارك على حساب مين؟ وطبعا النتيجة للكلام ده انه يطلب الرحيل، وفعلا إدارة ريال مدريد توافق على عرض اسبانيول اللي بيها ينتقل مع اخوه التوأم في نفس الفريق، وفعلا يتم انضمامه بعد ما اسبانيول دفع مليون و200 الف يورو، واللي بيهم موسم 2008 2009 يكون الاول له في كاتالونيا، الموسم اللي فيه كاليخون شارك في 30 مباراه ما سجلش فيهم غير 4 اهداف فقط، وما يكونش ليه اي دور مع الفريق، وحتى هدفه ضد برشلونه في ربع نهائي كاس اسبانيا ما يكونش كافي للصعود. ولكن الغريب ان مع نهايه الموسم يكون في عدم رغبه من بعض الاشخاص في النادي لوجود كاليخون، ولكن ساعتها موريسيو بتشيتيني مدرب الفريق يصمم على وجود كاليخون في الفريق، وده بقى اللي يخلي كاليخون يبدا الموسم الجديد بشكل افضل، وكان في تنوعيه في ادائه لدرجه انه شارك في الموسم ده في 3 مراكز مختلفه. والنتيجه الكلام ده ان كاليخون يشارك في 37 مباراه يسجل فيهم 2 هدف ويصنع 4، وبرده مع نهايه الموسم المدرب يصمم على وجوده. ولكن على الرغم من ان الضغوطات كانت زياده على كاليخون الا انه قدر يظهر بشكل افضل بكتير من الموسم الماضي، لدرجه انه شارك في 38 مباراه سجل فيهم 6 اهداف وصنع 10. وبعيدا عن الارقام بقى، اداء كاليخون في الموسم ده كان افضل بمراحل من الاول، وده اللي نتيجته تكون عرض من ريال مدريد اللي دفع 5 مليون يورو مقابل عوده الابن لبيته، وفعلا يتم عوده كاليخون لريال مدريد، وموسم 2011 2012 يكون الاول له مع الفريق الاول لريال مدريد، الموسم اللي فيه كاليخون شارك في 36 مباراة، وعلى الرغم من انه كان فيهم اكتر من 30 مباراة بديل الا انه قدر يسجل 13 هدف ويصنع 2، واللي بيهم يكون واحد من اسباب فوز ريال بدوري ال 100 نقطة الشهير. ولكن لو اتكلمنا عن اهم لقطة له في الموسم ده فبالتأكيد هيكون تسجيله الهدف الرائع ضد ريال ماوركا، الهدف اللي كان في الوقت القاتل واللي بيه تكمل ريمونتادا ريال مدريد على مايوركا. وعلى نفس الخطة كاليخون يبدأ الموسم الجديد بالمشاركة في 41 مباراة ويسجل 7 اهداف ويصنع 5، وطبعا ضعف الارقام ده كان بسبب انه بيلعب في مراكز غير مركزه الاساسي بسبب وجود رونالدو وبنزيما وهيجواين، وده اللي خلى مورينيو يشاركه في مراكز غريبه، لدرجه انه في اخر مباراه في الدوري ريال كان متعادل مع اوساسونا، راح مورينيو مخلي كاليخون يلعب باك يمين، وعلى الرغم من انها تبان كوميديه الا ان كاليخون قدم اداء كويس وكمان سجل هدف تاكيد الفوز في الوقت الاخير، ولكن ساعتها ريال يخسر الدوري ضد برشلونه وما يطلعش بالموسم ده غير بالسوبر المحلي. وطبعا بالوضع ده النادي قرر يكافئه ويقبل عرض نابولي اللي كان ب 9 مليون يورو، وفعلا يتم انضمامه موسم 2013 2014 يكون الاول له مع نابولي، الموسم اللي فيه كاليخون شارك في 52 مباراه، وعلى الرغم من انه شارك في جميع مراكز الهجوم الا انه قدر يسجل 20 هدف ويصنع 11، واللي بيهم مش بس يكون من اسباب وصول نابولي للمركز الثالث، لا ده كمان اداؤه المميز في كاس ايطاليا يخليه واحد من اسباب وصول نابولي للنهائي، وتحديدا بعد تسجيله ثنائيه في الفوز على اتلانتا وبعدها يصنع هدف في الفوز على لاتسيو في الوقت القاتل، عشان بعدها يصعد نابولي لمواجهه روما في قبل النهائي في المواجهه اللي انتهت بنتيجه 5-3 بمجموع المباراتين، وكان كاليخون سجل فيهم هدف، واللي بيصعد نابولي لمواجهه فيورنتينا في المباراه اللي صنعت كاليخون فيها الهدف الثالث، ياكد على تتويج نابولي باللقب لاول مره من 25 سنه، واكمالا كاليخون ساعتها يكون هداف البطوله. عشان بقى بعد الموسم المميز ده كاليخون يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 59 مباراه ويسجل 12 هدف ويصنع 7، واللي بيهم يكون واحد من اسباب فوز نابولي على يوفنتوس في مباراه السوبر اللي بيها يتوج نابولي بالسوبر المحلي لاول مره من سنه 91. ولا استنى، ده الموسم ما انتهاش على كده، ده بعدها وقبل نهايه الموسم تالق كاليخون في ربع نهائي اليوروبا ليج يخليه واحد من اسباب وصول نابولي لقبل النهائي، وتحديدا بعد تسجيله هدف وصناعه الثاني في الفوز على فولفسبورغ في ربع النهائي، واللي بيصعد نابولي لمواجهه
النيبرو الاوكراني في السيمي فاينال في المواجهه اللي كانت قويه جدا، ولكن ساعتها قوه الاوكران تحسم الصعود على حساب كاليخون وزملائه، عشان بعدها بقى كاليخون يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 47 مباراه ويسجل 13 هدف ويصنع 7، ونابولي ساعتها ينهي الموسم كوصيف للدوري بفارق 9 نقاط عن اليوفي البطل، واللي بيها يكون اكبر انجاز لنابولي في الدوري من سنه 90، السنه اللي فيها توج بالدوري على يد مارادونا. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، الموسم اللي فيه كاليخون شارك في 49 مباراه وسجل 17 هدف وصنع 16، وتوازن الارقام ده كان بسبب ان موريسيو ساري كان مثبته في مركز الجناح اليمين، المركز اللي بيه كاليخون وصل انه الاعلى صناعه في الدوري في الموسم ده. وعلى نفس الخطه كاليخون يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 50 مباراه ويسجل 12 هدف ويصنع 13، واللي بيهم يكون واحد من اهم اسباب تكرار انجاز وصول نابولي للمركز الثاني في الدوري. وعلى نفس الخطه بقى كاليخون يبدا الموسم الجديد بالمشاركه في 47 مباراه ويسجل 4 اهداف ويصنع 15، وقله تسجيله للاهداف دي كانت بسبب مشاركاته في جميع مراكز الجانب الايمن لنابولي، ولكن برضه الموسم ينتهي بخيبه امل بعد وصول نابولي للمركز الثاني وبرضه اليوفي يتفوق عليه. وده بقى اللي ياخدنا الموسم 2019-2020، الموسم اللي فيه كاليخون شارك في 45 مباراة، وعلى الرغم انه شارك في 3 مراكز بمهام مختلفة الا انه قدر يسجل 4 اهداف ويصنع 10، واللي بيهم رقميا ما يكونش ليه دور في وصول نابولي لنهائي كاس ايطاليا، ولكن كاليخون واقعيا كان احد اعمدة الفريق الاساسية اللي بيها وصل نابولي لمواجهة اليوفنتوس في النهائي في المباراة اللي استمر فيها التعادل لحد الوصول لركلات الترجيح، ولكن ساعتها ضياع ديبالا ودانييلو ركلتهم يهدي البطولة لنابولي اللي كان يستحقها بعد وصوله للمركز الثاني في الدوري 3 مرات اخر 4 سنين. ولكن بقى معاه نهاية الموسم وعلى عكس المتوقع تكون نهاية عقد كاليخون والنادي ما يتكلمش معاه في التجديد، وده طبعا اللي يخليه يقبل عرض فرونتينا وفعلا يتم انضمامه موسم 2020-2021 يكون الاول له مع فرونتينا، الموسم اللي كان صعب جدا على كاليخون بسبب ظروف اللياقة البدنية كون وصل ل 34 سنة، بالاضافة لانتشار فيروس كورونا واللي بيهم تمثل موسم كاليخون في 22 مباراة وتسجيل هدف وصناعة الثاني، عشان بعدها بقى كاليخون يبدا الموسم اللي بعده بالمشاركة في 33 مباراة ويصنع 3 اهداف ويسجل هدف وحيد، واللي بيهم ما يكونش ليه دور في وصول فرونتينا للسيمي فاينال كاس ايطاليا، وحتى الدوري فرونتينا كان في المركز السابع فيه. وطبعا نتيجه للكلام ده ان كاليخون قرر العوده لاسبانيا، ولكن المره دي تكون عن طريق نادي غرناطه، النادي اللي وافق على انضمام كاليخون في الموسم اللي هيبدا ده، ولكن كلنا عارفين ان كبير كاليخون في الملاعب سنه او سنتين بالكتير. ولكن اللي لفت نظري في القصه دي كلها هو قله اصابات كاليخون اللي هي بسم الله ما شاء الله ملهاش اي مكان في تاريخه، واللي هم زي ما انت شايف كده اكبر اصابه فيهم كانت الكورونا واللي بسببها غاب 11 يوم فقط. والحقيقه بقى ان ده شيء يستحق الاشاده، وكلنا عارفين الموضوع ده بيد الله عز وجل، ولكن كاليخون نفسه لما كانش مركز في تجنب الاصابات ما كانش ربنا كرمه بعدم وجودها. ما علينا، المهم لو رحنا نتكلم عن ارقامه اللي فيها شارك مع الانديه في 626 مباراه وسجل 137 هدف وصنع 104، واللي فاز فيهم بالدوري والسوبر المحلي مع الريال، بالاضافه انه فاز مع نابولي بكاس ايطاليا مرتين والسوبر المحلي مره، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع المنتخب واللي فيها ما كانش محظوظ نهائي بوجود جيل من افضل الاجيال الهجوميه في تاريخ اسبانيا، وده اللي خلاه ملوش مكان في المنتخب لدرجه انه شارك مع المنتخب طول مسيرته في 5 مباريات بس، بالاضافه ان كان منهم 3 مباريات رسميه فقط والاثنين التانيين كانوا وديات وبس. يا سيدي وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقولنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.